المشكلة أنهم ضعفوا بعضهم، ولا أخفيك صراحة يعني أحدهم قال لي بأنه أحد مثلا اتصل، إحدى القنوات اتصلوا بواحد من النواب الذين يرفعون أيديهم ويصوتون بالإيجاب، لكن لما أرادوا أن يستضيفون في قناة وحتى يبين رأيه بأنه مع التعديل اعتذر منهم. لماذا؟ لأنه يخشى أن يطلع أمام الجمهور وهو مؤيد للتعديل، لأنه يريد أن يحافظ على الجو العام مالته، ويريد أن يحافظ على جمهوره، لأن الكثير من جمهوره هم من النسويات ومن العلمانيين ومن الرافضين لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. يعني سماحة الشيخ، معقولة نوابنا ضعيفين أمام المغريات على مود تتجدد لولاية ثانية ينكر ما قام به وما كان متبنى؟ هسا أنا ما أريد أقول، هسا بالنتيجة لو كانت أكو هناك فعلا إرادة قوية وكانت هناك ضغط فعلا على رئاسة البرلمان لكان اليوم شفنا هناك كانت هناك القراءة ولا استمرت في عملية القراءة، وبالنتيجة كان ممكن شفنا الأمر يتطور، لكن بدأنا نتراجع. هذا التراجع معناه شنو؟ معناها أنه بدأت الأوردرات اللي تأتي من جهات مختلفة أنه يا بل لا تسوون مشاكل. بس أنا ما أريد أحكي كل التفاصيل، ولكن يعني أوردرات من منو سمحت الشيخ؟ ومنو اللي يسوي مشاكل؟ يعني شنو يعني لا تسوون مشاكل؟ يعني ما فهمت. يعني تعرفون أنتم الأوردرات منين تجي؟ يعني من أجي ألقى مثلا تغريدة في تويتر لشخصية من الشخصيات العالمية تقول بأنه إقرار قانون التعديل هذا راح يؤدي إلى سلب حقوق المجتمع وسلب حقوق النساء وراح يأثر على المجتمع. أنت تتكلم عن السفيرة الأمريكية سماحة الشيخ؟ والله يعني كلامي واضح، انا ما اريد هسه احكي بصراحه، ولكن كلامي ليش واضح. ليش هي تحكي بصراحه وليش حضرتك ما تحكي بصراحه؟ تمام هسه ما دام هيك بعد خلي نقولها بصراحه. صدقيني وبصراحه، هو ليس طبعا فقط السفيره الامريكيه، لا هناك يعني منظمات عالميه الان اعلنت يعني رفعت سيوفها الحاده باتجاه التوجه الإسلامي ومحاولة معاقبته ومحاولة تهديده.